عندك مخاوف ان ممكن هذه القضية تصل بالنهاية الى تبرئة مبارك، يعني هل هناك ساحات خلفية، ايادي خلفية بيمارس فيها الدفاع مع المتهمين، ألاعيب قانونية حتى نصل الى التبرئة، او حتى نصل الى مش بس التبرئة، يعني تغيير الرأي العام بما يصل في النهاية، يعني ده راجل كبير وبتاع وخلونا نخلص من الموضوع، يعني هل هناك ألعاب تحدث؟ واسمح لي ان حضرتك ذكرت وكلمتنا، يعني قلت لنا يوم المحاكمة على الهواء ان انت متشائم من اسلوب المحاكمة، اتفضل. ده صحيح، انا ما زلت متشائم. ما زلت متشائم. وما زلت اؤكد على ذات القاعدة ان هذه المحاكمة هي محاكمة قصرية، بمعنى انها ولدت ميلاد قصري، يعني مش ولادة طبيعية، مش محكمة طبيعية، لأنها تمت في ظروف مش طبيعية، وبيتم محاكمة المتهمين على جرائم مش موجودة في القانون في الحقيقة. يتم إحالتهم أمام محكمة، مع كل التقدير والاحترام لهيئة المحكمة، لكنها لم تعهد بأن تنظر مثل هذه الجرائم. وتم التحقيق في هذه الدعوة عبر جهاز تحقيقي منعدم الخبرة في التحقيق في الجرائم التي وقعت في 25 يناير، وهي الجرائم التي نسميها نحن الجرائم ضد الإنسانية وليست جرائم القتل. الجهاز القضائي المصري نيابة بمحاكم جنائية لم يعلم هذه الجرائم من قبل، لم يستطع أو لم يحقق في يوم من الأيام وكيل نيابة مصري في جريمة مثل الجريمة التي وقعت، ولم يحاكم قاضي مصري متهمين في جرائم مثل الجرائم التي وقعت. هذا هو مبعث تشاؤمي دائما. لذلك نحن أمام حالة تلفيقية، يعني دي يعني إجراءات، يعني هي إجراءات تلفيقية أكثر منها إجراءات قضائية عادلة بيور زي ما احنا بنسميها. خليني اقول لك على اللي حصل ايه في الدول اللي مرت بتجربتنا. في الدول اللي مرت بالتجربة بتاعتنا، وهي ثورات او انتفاضات او صراعات او نزاعات داخلية مسلحة او شبه مسلحة، سواء كان داخلية او نزاعات مسلحة دولية، بينتهي الامر بان بيبقى عندك جرائم وقعت في الماضي انت محتاج تحقق فيها. قد تتورط أو قد يتورط النظام بعد الثورة في أن يجد نفسه أمام مأزق قانوني ضخم جدا. هو أنه هناك جرائم ارتكبت لكن ما عندوش معالجة هو قانونية لهذه الجرائم. لا توجد معالجة قانونية لهذه الجرائم في قانونه هو الداخلي. فبيقف مكتوف الأيدي أمامه أمرين، إما أن يعمل محاكم خاصة بيسموها الأدهوك في القانون الدولي. هو فضل نايم طول النهار النهارده في المسلسل. مين اللي كان عايزين نعمل على الحكايه دي؟ عايزين نعمل بجد، يعني عايزين فضل نايم نعسان، مش عارفه كان بيشخر ولا بس. ايوه اتفضل. طيب يعني انا برضو يعني ايه، مش عايز يعني شويه، يعني في النهايه هو متهم، ف بلاش نقترب شويه من الحاجه الشخصيه. لكن اللي انا عايز اقوله انه الازمه الحقيقيه في هذه المحاكمه انها جاءت بشكل تلفيقي اكثر، هي محاوله بغرض بقى الثوره التي كانت في الشارع، الغضب الجماهيري، غضب الشهداء، غضب اهل الشهداء والضحايا، من انه يجب ان تتم المحاكمه بسرعه. فاجريت المحاكمه في جو بالغ الخطوره. واحد، جهاز تحقيقي ما عرفش قبل كده هذا النوع، جهاز تحقيقي بيعتمد على الشرطه، والشرطه في حاله انهيار 80% في هذا التوقيت الذي بدات فيه التحقيقات. الشرطه شاهد من اهلها كمان، ده لسه بيضربوا سلام للعدل وهو جوه القفص. وهذا هو دي نتيجه الارتباك اللي انا بحكي عنه، نتيجه التلفيق اللي هي فكره حاولوا تنجزوا القضيه دي باي طريق. وبالتالي ايه اللي حصل؟ طرحت القضيه امام جهاز النيابه العامه، وجهاز النيابه العامه هو جزء من النظام القضاء السابق. كان يجب فورا في مثل هذه المحاكمات بتنشأ جهاز تحقيق مستقل. تماما بعيدا عن جهاز التحقيق الطبيعي اللي هو ماشي يعني. وبتنشأ محكمة أيضا
مستقله مختلفه اللي هي فكره. طب احنا غلبنا نقول الكلام ده ومحدش حتى احنا يعني حاول يستمع للكلام. هناك ثلاث حلول، هناك ثلاث حلول نطرحها ها وعلى صانع القرار ان ينتبه اليها. ما هي الثلاث حلول التي يمكن ان تحل هذه المعضله الشائكه؟ هيقول لنا عليها الاستاذ ناصر امين بعد شويه.